بنرجع من جديد. حتى حتى انا فوت مثل ما قلنا حتى نحن ندخل نبرمج نفوت على ببرنامج البوتي او التيراتيرم، انا عندي بالباكيت تريسر موجوده وجاهزه فورم، دبل كليك على تجهيزه على السي ال اي بتطلع معي الواجهه تبع البرمجه. هون بالبدايه بيطلع معي السويتش كام بورت، هو عندي هون 26 بورت، هو اليوزرات كيوزرز عاديين، و24 بورت في عندي بورت للكونسول. شو نوعه؟ نوعه WS C2960 24 تي تي. عندي الفيرجن تبعه الفيرجن سويتش فيرجن، وعندي السويتش ايمج يعني الاصدار تبع الاو اس اللي نازل عليه، لانه اي تجهيز عندي في له اوبريتنج سيستم، ما ضروري يكون اوبريتنج سيستم ويندوز لينكس ماكس ماكنتوش. لكل تجهيزه لكل بوكس في له نظام تشغيل خاص فيه. وطبعا رح بنشوف انه السويتش للراوتر لكل تجهيزات سكو كمان له نظام تشغيل خاص فيهم. طيب قبل ما بلش ادخل بالبرمجه تبع السويتش، خليني بس نوه لموضوع مهم كتير. نحن حكينا اذا كان انا عندي شبكه تعليم تفاعليه في لها فرع بدمشق وفرع بالسويدة، انا بدي اوصل هدلون الفرعين مع بعض، لحتى اوصلهم مع بعض لازم يكون الواجهه بينات بعضهم بيربطهم بينات بعضهم، هي تجهيزات الراوتر. معناتها لازم احط انا راوتر عندي بدمشق وراوتر بالسويدة واوصل بيناتهم وصلت فايبر. ليش؟ لانه الراوتر قلنا بيوصل بين الشبكات المختلفه، بالتالي انا الفرع تبع جامعه دمشق رينجاته كشبكه مختلفه عن رينجات السويدة كشبكه، لهيك انا بحط راوتر ما بحط سويتش، لانه السويتش هو ما بيوصل بين شبكتين مختلفتين، هو عباره عن شبكه واحده. طيب اذا كان انا عندي بالفرع اللي بدمشق، خلينا نرجع للفرع اللي بدمشق، الشبكة الداخلية يعني جوات الراوتر، أنا عندي بناءين ثلاثة بنفس الحرم بس بناءين ثلاثة، أنا بدي أوصلهم مع بعض، بوصلهم عن طريق راوتر، لا مو عن طريق راوتر، لا بنوصلهم عن طريق السويتش. طيب ما هلأ نحن قلنا إنه السويتش هو لشبكة واحدة، يعني مثلا لطابق لبناء ممكن، ولو انه ما بيكفي السويتش، بس اذا كانت شبكتنا كتير صغيرة فممكن بكفي البناء. طيب السويتش قلنا انه هو بيشتغل بتقنية الفيلان، انا اذا بدي اقسم لاقسام، قسم الادارة، قسم البرمجة، قسم التصميم، قسم، فانا ممكن اشتغل كفيلان، بس ما بقدر انا اشتغل كفيلان بين بنائين. طيب شو الحل؟ في عندي السويتش بيشتغل كلاير 3، السويتش اللي بيشتغل على الفيلانات هو لاير 2، يعني بيوصل شبكة واحدة بس أنا بقدر بفصل بينات الأقسام بفيلان. قال اللاير 3 سويتش هو عبارة عن سويتش ولكن بيدعم ميزة الراوتينج التوجيه اللي هي مختصة بالراوتر، بالتالي اللاير 3 سويتش جمع بين السويتش وبين الراوتر، فأنا بقدر من خلاله أعمل راوتينج بين الأبنية واعمل وصل بيناتهم، بالتالي ما بقعد بشتغل فقط على مستوى الفيلان، اللاير 3 بصير بشتغل على مستوى البورتات، بصير انا بحط اي بيات لكل بورت مثل الراوتر تماما. انا الراوتر، نرجع للراوتر، انا رح اوصل راوتر براوتر لازم يكون عندي بورت من هذا الراوتر موصول للبورت من الراوتر الثاني موصولين بكابل فايبر، انا لازم احط على البورت الاول من الراوتر الاول اي بي ادرس، وحط على البورت الثاني من الراوتر الثاني اي بي ادرس، بحيث يكونوا هدلون الاي بي تين من نفس الشبكه او من نفس السبنت حتى يقدروا يشوفوا بعضهم، ومن جوا شو ما كانت بقى الشبكات الثانيه هو بيوصل بيناتهم. نجي للسويتش لاير 3 سويتش، انا لحتى اوصل لاير 3 سويتش مع لاير 3 سويتش لازم اوصل بورت مع بورت بكابل، ممكن فايبر، ممكن يو تي بي من الكات من نوع الكات، بس لازم احط على هذا البورت كمان اي بي وعلى هذا البورت اي بي من نفس السبنت تماما كما فعل الراوتر. اذا انا بدي اوصل كراوتينج بدي استخدمه كلاير 3 سويتش،
اما لو بدي استخدم السويتش كلاير 2 فانا ما في داعي ابدا. اصلا هو ما بيدعم الراوتينج، بالتالي ما بيدعم الاي بي للبورتات. شايفين ان هاي الشغلات اللي عم دقق عليها هي كتير مهمة، بالتالي ما بيدعم الاي بي للبورتات وانما الاي بي فقط للفيلان. هذا المقطع كتير مهم. كل جملة انا حكيتها هي عبارة عن ملاحظة هامة جدا جدا جدا، و بينبنى عليها العمل. اي خطأ بوحدة من هدول الملاحظات